صباحكم بالخير. كيفاش باش نبدا وباش باش نبدا؟ مواضيع شتى كما قال الاخر. اما كلمتين خفاف نضاف، كلمتين خفاف نضاف. يا جماعه الفيسبوك، ما نجمش نحكي للتوانسه الكل على خاطر تعرفوا 8 ملايين ما عندهمش الفيسبوك. اما المثقفين هذوما في الفيسبوك والقارين والقريه والمتعلمين واللي يخدموا والمدبين والطرحه الكل على كل، تعرفوا تونس ما تقيم لها قيامه وما تسكر فم العالم اجمع، مش فم تونس برك، ما تسكر فم العالم اجمع. كان ظهرنا صحاح ورجال ونساء والناس الكل تطلب، فهمتني، اللي يصلي ولا ما يصليش ولا يكفر ولا ما يكفرش، والناس الكل يلزمها تطلب بتغيير البند الأول للدستور والتوطئة. تيبه بالتوطئة نقولوا نخليوها نحطوا من فوق، بسم الله الرحمن الرحيم، فهمتني، هذه تتقال في الدول الأخرى الكل. أما البند الأول كلمتين خفاف نظاف وما يلزمناش نجبدوا لا على الدين ولا على اللغة العربية. ما تبداوش تكذبوا على روحكم. أشكون فيكم يتكلم باللغة العربية؟ عندنا لغة تونسية مجبودة من العربي، مجبودة من الفرنساوي، مجبودة من التركي، مجبودة من الطليان، مجبودة من الإسبانيور، مجبودة من ما لا تحبوا انتوما. عندنا لغة تونسية. ملا يا شعب الفيسبوك، كان تحبوا بلادكم طالبوا بتعديل البند الأول والبقية يجي وحده. إذا كان البند الأول خلوه ونخليوه هكاك كيف ما هو، أمسح مات، وأمسح مات على 50 100 200 سنة. قاعدين نكذبوا على روحنا. وإن شاء الله نقول لكم سيدي شاهي طيبة. ما نعرفش الحمد لله باش نعمل فيديو آخر ولا، أما عندي برشا أفكار. هاي بسلامة.